وكي حنا كي هما يفو با لوبليي اوسي بلي كل واحد منا لازم يعني يكسب النقاط الثلاثه اللي باش يعطينا امل يعني للقدام. لو كان نفوزوا اليوم راح تكون عندنا جرعه اكسجين كبيره لمواصله تسمى الشوار. قبة الذي حقق فوزا ثمينا في الجولة الماضية رفع المعنويات وجاء إلى ملعب براكني وضغط بإصرار فضيع فرصا عديدة عن طريق مترف والزملاء، وكان بإمكانهم قتل المباراة في شوطها الأول الذي عرف عودة اتحاد البوليدة بعد ذلك من خلال العمل على الأطراف، وكاد في العديد من المرات أن يصل إلى شباك الحار الشويح الذي كان في الموعد. وبما أن الشوط الأول كان للفرص الضائعة وأمام الشباك في العديد من المرات، فجاء دور قلب الهجوم بن عمر وجها لوجه كرته في الشباك الخارجية بعد مرور 25 دقيقة. الرد كان عن طريق العرضيات والتسديد من بعيد والكرة الثابتة التي عمل عليها الكثير المدرب حنكوش. حتى جاءت الدقيقة 41 هدف ولا أروع بتسديدة محكمة من حسين مترف الذي احترم جمهور اتحاد البوليدة بما أن والده سبق له وأن حمل ألوان الاتحاد، وهو الهدف الذي انتهى عليه الشوط الأول. المرحلة الثانية دخلها البليديون من دون مقدمات والكرات الثابتة كانت فعالة مخالفة سوء المراقبة بوسط دفاع رائد القبة، وهدف التعادل بقدم معزيز في الدقيقة 50. خمس دقائق بعدها بن عبد كاد أن يفلح في إضافة الثاني للقبة بهذه التسديدة، ثم هدفا رفضه الحكم بداعي التسلل. وما عدا هذا التعادل كان سيد الموقف، فهل ضيع رائد القبة النقاط الكاملة؟ وكيف سيتعامل الاتحاد مع ما تبقى من المشوار بعشر نقاط فقط؟ التعادل هذا يعني